دكتور عصام، الآن المحكمة بتتداول، تتوقع إيه؟ الحمد لله، يعني في تقديري أن المحكمة الإدارية العليا هي أحد الحصون الهامة جدا التي تحمي الحرية في الوطن، واليوم تثبت الوقائع حتى الآن مثل هذا الأمر الثابت في يقين كثير من المصريين. مفاوض الدولة طالب بإلغاء قرار لجنة الأحزاب، مما ينبئ إلى اتجاه المحكمة بإذن الله إلى إلغاء قرار لجنة الأحزاب المتعسف المعيب الذي كان يريد أن يصادر على حق شريحة كبيرة من المواطنين، تريد أن تطبق شريعة الله سبحانه وتعالى وتقول نحن ننحاز إلى بناء مشروع النهضة في هذه البلاد، إلى مشروع محدد يرتكز على قضية الشريعة والهوية الإسلامية والمصرية الحضرية، ويتمم هذا المشروع الدعوة إلى الحريات السياسية والاقتصادية، والدعوة إلى العدالة الاجتماعية والقانونية، والدعوة إلى إتمام التنمية المجتمعية والبشرية وحل المشكلات الحياتية على أساس من الشريعة الإسلامية. هذا مشروع حزب البناء والتنمية، مؤسسي حزب البناء والتنمية وقفوا وراء هذا البرنامج، وقفوا وراء قضية الشريعة، لم يقبلوا أن يتنازلوا عن حرف واحد في هذا البرنامج، حسبة لله سبحانه وتعالى ولانتزاع حق التيار الإسلامي في أن يطرح برامجه بحرية وبوضوح دون أن يتخوف من السيف الذي يشهر ضده، سيف الأساس الديني الذي زرعه السادات منذ عام 1970 لكي يجعل أي حزب يقوم على أساس ديني ممنوعا، ومن ثم الأحزاب الإسلامية والحركة الإسلامية وجدت نفسها منذ ذلك التاريخ خارج ساحة العمل السياسي. هذا الفعل المشؤوم من أنور السادات منذ سنة 1977 عانت منه الأمة المصرية حتى اليوم، عندما قامت لجنة الأحزاب بالاعتراض على حزب البناء والتنمية على أساس أنه قام في هذا الحكم الذي ننتظره سبحانه وتعالى سينهي هذه المسألة، وسوف يجعل تفسير الأساس الديني هو التفسير المنطقي. تفسير الأساس الديني هو أن يمنع الحزب من التأسيس على أساس التمييز الديني، التمييز الديني في أعضائه بأن يكون من الأعضاء يقتصر فقط على المسيحيين، على النوبيين، على السيناويين. التمييز الديني في أهدافه كأن يقال مثلا أن استغلال بحيرة ناصر تكون من حق النوبيين فقط، هذا تمييز على أساس فئوي وجغرافي وعرقي، هذا الذي يمنع على أساس أو الفئوي أو الجغرافي. أما أن نقول أن منع الحزب على أساس المرجعية الإسلامية الدينية التي تنطلق من مبادئ وأحكام، فهذا هو تعسف ضد إرادة الأمة، تعسف ضد 95% من أبناء هذا الشعب الطيب الذي يتمنى اليوم الذي يجد فيه قضية تطبيق الشريعة الإسلامية هي القضية التي تجد مجالها إلى التطبيق وإلى التفعيل. الحزب أخي الكريم يطرح رؤية سامحة للشريعة الإسلامية، هذه الشريعة التي ظلمت عندما قدمت للناس بصورة معينة مخيفة وخوف منها بأشكال عديدة. الحزب يقول أن الشريعة الإسلامية التي يؤمن بها مؤسس الحزب هي تلك الشريعة التي تنحاز للعدل، للكرامة، للحريات، تلك الشريعة التي تقول بسيادة القانون واستقلال القضاء، تلك الشريعة التي تعلي من شأن الكرامة الإنسانية. الشريعة الإسلامية في مفهوم الحزب هي الشريعة الإسلامية التي تعطي غير المسلمين حقهم في أن يتحاكموا إلى شرائعهم في أحوالهم الخاصة، تلك الشريعة التي تأبى ظلم أي أحد غير المسلمين، تلك الشريعة التي تسعى من أجل إعمار الكون ومن أجل إصلاح الخلق. هذه هي الشريعة الإسلامية في مفهوم حزب البناء والتنمية. فعلى ماذا كانت الأحزاب عندما قال الحزب أن الشريعة الإسلامية لا يصح قصرها فقط على الحدود، لأن الحدود هي جزء فقط يعبر عن النظام القانوني الجنائي في الإسلام، وربط تطبيق هذه الحدود بتوفر شروط معينة تقوم أولا برضع المفسدين، ثانيا تقوم بحماية بإعطاء ضمانات عدالة للجناة ولكن دون تضييع لحقوق المجني عليهم. تلك هي الشريعة الإسلامية التي يدعو إليها حزب البناء والتنمية، ولقد قصد مؤسس الحزب عندما وضعوا البرنامج أن يفصلوا القول في قضية الشريعة الإسلامية على خلاف كثير من الأحزاب الإسلامية التي اختارت أن تضع نصا عاما حتى لا تتعرض إلى الوقوع تحت مقصلة الرقيب في اللجنة السياسية فيمنع من تأسيسها. أصر حزب البناء والتنمية أن يضع تفصيلا في الشريعة الإسلامية لكي يقول نحن نمتلك
والأمة تمتلك مفهوما صحيحا للشريعة نقدمه للناس. لا نخاف من تقديم هذا المفهوم، هذا المفهوم الذي يتواصل مع كل المواطنين، هذا المفهوم الذي يتواصل مع الشعوب عبر العالم، هذا المفهوم الذي يضع أسسا للعلاقات الدولية على أساس من الاحترام المتبادل ما بين الدول والشعوب وعلى أساس تحقيق المصالح المشتركة. هذا المفهوم الذي يقول أن الإسلام والشريعة الإسلامية تقول بالوفاء بالعهود وعدم الغدر والنكس بالعهود. هذه هي الشريعة الإسلامية التي أراد مؤسسه حزب البناء والتنمية أن يطرحوها للشعب المصري لكي يصححوا الصورة المغلوطة التي قدمها إعلام له أغراض أخرى لهذا الشعب لكي يخيفهم من هذه الشريعة. والحدود في فهم حزب البناء والتنمية أنها هي جزء من الشريعة الإسلامية التي يجب أن يتهيأ المجتمع لاستقبال هذا التطبيق لتلك الحدود، لأننا اليوم نرى أن المجلس العسكري يأخذ بأحكام راضعة ضد البلطجية والشعب كله يطالب بالمزيد ضد البلطجة، وهو إذا قرر حكم الإعدام عليهم فهو في الحقيقة يطبق حد الحرابة الذي يوجه ضد الذين يفسدون في الأرض والذين يقطعون الطريق. فإذا الناس عند الواقع العملي عندما وجدوا المخاطر الشديدة استقبلوا حكما ينطلق في حقيقته من مفهوم يتوافق مع حد الحرابة وصفقوا له ودون أن يعلموا أن هذا ما جاء به الإسلام، وهذا هو أحد الحدود التي جاءت لحماية المواطنين ولأمن البلاد ولجعل الاستقرار يستقر في هذه البلاد. لذا نقول أننا ننتظر حكما جديدا القيمة الحقيقية فيه ليست فقط لمؤسسي أعضاء حزب البناء والتنمية، ولكن القيمة الحقيقية فيه في تقديري أنه انتصار لقضية الشريعة أولا، ثم انتصار أيضا لحق الأحزاب الإسلامية في أن تؤسس برامجها بحرية تامة، لا تتوارى خلف عبارات مطاطة ولا تلتف حول الكلام الذي تتبناه لكي تستطيع أن تأخذ جواز مرور خارج مقصلة الرقيب في لجنة الأحزاب. ولنا جميعا وأعضاء حزب البناء والتنمية عندما قرروا أن يدخلوا هذه المعركة كان يخرجون في هذه المعركة من قول الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم، فقلنا سننصر الله سبحانه وتعالى في هذه القضية، سوف نقف مع الشريعة في هذه القضية حتى لو أدى ذلك إلى منع الحزب، ولكن لن نتراجع بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا الجزء الآخر، ينصركم ويثبت أقدامكم. سؤال آخر في حالة يعني سواء إن شاء الله الحكم أو عدم الحكم، ستنزلون جمعة 30/9 إن شاء الله؟ هذه الجمعة ما زالت تحت المشاورات الآن. إمتى سيتم الإعلان؟ الإعلان بعد المشاورات، قد تنتهي يوم الأربعاء كالعادة، الجمعة دائما يعني إيه تفضل المشاورات لغاية يوم الأربعاء بالليل. شكرا دكتور صالح، شكرا.